السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راه عندنا هاد لاسورجي لامارك سيتيزان، هي من صنع الهند. وهاد لاماشين بالنسبة ليا حاجة مليحة، ودي فوا يكونوا لي زومبان هادي سي نورمال، تعمل لي ماشين يكونوا فيهم لي زومبان، بصح باش تريباريو بوحدكم حاجة سهلة. باغ اكزومبل هاد لاماشين ماهيش جبدنا الكتان، مرات جبدنا الكتان، وبعض الاحيان كي نجيب نديرو هكذا فوالا راه غادي هاد لاماشين هكذا جبدنا الكتان وما تقطعناش الموس، ما راهش يقطع لنا الكتان. غادي نبداو بالموس، علاش ما راهش يقطع الكتان، عاود ومن بعد نشوفو علاش هكذا ما تديناش الكتان. كيما نديرو هكذا ما غاديش دينا الكتان، شوفو هنا ها ما تديناش الكتان، غادي ندروك نشوفو الموس علاش ما راهوش يقطع لنا الكتان. عندنا هذه نقلعوها حاجه سهله، هنا هذه حاجه سهله، وباش تردوها ترجو هذا يكون عندكم، ما ديروهاش كيما هكذا، ما ديروهاش كيما هكذا، هذا يكون وراء هذاك كيما هكذا، هذا يكون يشوف عندكم كان لي يقلعوا وما يعرفش يردوا كيما هكذا. المهم دروك نقلعوا هذا نوريكم كوفر. دونك الموس ها هواني راكم تشوفوا فيه، هذا هو الموس الفوقاني وكاين التحتاني. دركا كي نحكموا الموس نديرو هكذا نجبروه ما مطونديش على الموس التحتاني، شوفوا كيفاش راه يدير. كي يكون عندكم هاد الجو عرفوا بلي الموس ما راهش مطوندي على الموس التحتاني، دونك هنا ما يقطعش هاد الموس التحتاني. كيفاش تريباريوه باش يولي يقطع لكم الكتان، تبعوني مليح باش تفهموا هاد الوضعية نتاع هاد الموس. هذا هو الموس اللي يقطع لكم الكتان، قلنا ماهوش مطوندي، تبعوني مليح باش تفهموا كيفاش طونديو هاد الموس نتاع هاد لاسورجي. غادي انا نحل هاد الفيس هنايا لكم تشوفوا فيه، وانا راني حليت هاد الفيس. دونك هنا هذا يولي يروح ويجي ليبر، فوالا نقدر حليت هاد الفيس. وهاد الفيس هنا كي تحلو غادي باش تقلع الموس اون سي جامي ينقرض، باش تبدله تحلو من لهنا، ترخف هذا وتجبدو كيما هكذا وتحل هاد الفيس وتنحي الموس تاعك. دروكا رانا باش نطونديو الموس نتاعنا، دونك كي حلينا هاد الفيس هشوف كيفاش راه يروح ويجي. دونك فهاد هنايا كيفاش تنجم طوندي الموس نتاعك، تحكم هذا هنايا تحكمو هكذا، وهذا غادي نطبعو للتالي سيتادير فوالا، باش غادي انا نطوندي الموس نتاعي بهاد الطريقة فوالا كيما راكم تشوفو. فوالا فوالا في هاد الحالة هنا نجيبو توجور مع الموس نتاعي، ما غاديش نجيبو هكذا كيما هكذا، نديره هكذا وسط الموس التحتاني ونجيبه نيشان معاه، من بعد نطوندي هنايا انا هكذا ونزير الفيس نتاعي هذا اللي راه هنايا. فوالا
راني زيرت حيط طرنفيس الموس فوالا على الموس ما فيش الجيف هنا الموس ما راهش فيه الجو وهذا هنا راه مطوندي كما راكم تشوفوا فيه على هاوي راه مطوندي بالرسول هادي باياش يقصنا الكتان تبعوني دروك كيفاش غادي نقص الكتان خصنا الكتان الموس ولا مطوندي كما وريتكم طوندو الموس نتاعكم دي فوا طوندور هذا يرتخف ويولي الموس نتاعكم ما يقطعلكمش الكتان دركا نخمو للسنين علاش ما راهمش يجبدوا لنا الكتان دروك غادي نحل هاد الكوفر هلا غادي نحي البي نتاع هاد لا ماشين باش نشوف علاش لا ماشين ما راهش دير كتان ونحي مام هاد البلاكا باش نكتشف علاش السنين ما راهمش يديو الكتان هنا راني قلات بيبيش دركا غادي نحي البلاكا تاع السنين البلاكا لازم توجو نديروها شوفوا كيفاش راهي دايره الصيانه ما كانش نتاع هاد لا ماشين اللي كانوا يسرجوا بها سامحين شوفوا كيفاش راهي هنايا شوفوا هنا كيفاش راهي هلا هذا هو السبب اللي خلى هاد لا ماشين ما توليش جبد الكتان ودوك تعرفوا علاش ماهيش جبدو ماهيش جبد الكتان شوفوا واش راني نقلع الصيانه نتاع هاد لا ماشين مهمه جدا لازم توجور ديروا صيانه ما تخليوهاش حتى توصل هكذا وتولي لا ماشين عندكم في حاله سيئه وما توليش خدم لكم فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا فوالا واسم يعني نقلع من تحت من السنين راكم شفتوا علاش لا ماشين دارت هاد البروبليم او ما جبدش الكتان غادي تجيو تشوفوا معايا علاش ماهيش جبد الكتان شوفوا هنا السنين مدي ما كانش الصيانه نتاع هاد لا ماشين شوفوا عندو فوالا عم تخفوا الفيس هذا عنده واحد الفيس هنايا هاد الفيس نحل ورتخفوا السنين والسنين نقردو هنايا كما راكم تشوفوا هاد السنين هنايا راهم مقرودين فوالا السنين نتاع السرجي كيفاش يجيو سوا هادي ولا نتاع الهند يجيو كما هكذا هيا هذه هي هادو هما السنين نتاع هاد لا سيرجيتوز سوا الهند ولا نتاع لاشين يجيو كيما هكذا هذه هنا راها نقردت لنا هنايا فهاد البلاصه
وهنايا ما تحتاج تبدلنا الكتان من لهنا، تحاني لا نديرو الكتان هنا باش عاد تبدا تمشي لنا الكتان وتجبد بهاد السنين اللي عندها مؤخرين هنايا. دونك انا غادي نبدل لها السنين اللي راكم تشوفوا، وهذا الشيء خلى هاد السنين ينقردوا على خاطر ما كانش الصيانه نتاع هاد لا ماشين. هاد لا ماشين لازم هاد البلاكه تقلعوها وديروا صيانه لا ماشين تاعكم. دي فوا الكتان يحصل له الخمل كما راكم تشوفوا، هذا كامل هو اللي خلى لا ماشين تاعنا السنين ينقردوا. دروك انا غادي نقلع هاد السنين تشوفوا معايا منين نقلعوهم. نقلعوهم من هاد البلاصه هنايا، كاينين هنا تاع تورنوفيس، هنا ديروا التورنوفيس تاعكم وتحلوا هنايا في هاد البلاصه. هلا ني غادي نحل هلا، راني حليت هلا، رانا جلعنا السنين ها كيفاش. هلا قلنا هاد السنين يركبوا على زيت تيزان ويركبوا على نتاع نتاع لاشين. هادو هما السنين نتاع ها كيفاش يكونوا دايرين، وهادو يكونوا في هاد المسافة يكونوا فراجيل. دي فوا ينقردو من لهنايا كيما انقردت لنا هادي اللي راكم تشوفوا فيها. غادي انا رد ندير هاد السنين هنايا، نديرو الفيس تاعكم وعندها المسافة هنايا باش تطلعوا السنين ولا تهبطوا على حسب الخدمة نتاعكم. إذا كانوا هابطين بزاف ما غاديش تدي لكم الكتان، لازم تريقلوهم على حسب الشيء اللي تخدموا به يطلع فوق البلاكة. هذه تكون كيما هكذا، كي تدي الكتان لهنايا غادي تهبط وترجع وتطلع ودي لكم تدي الكتان وتهبط وتطلع وترجع. إذا كانت طالعة بزاف هذه غادي ما تهبط لكمش وترد الكتان عاود تطلع تقعد في هاد الطريقة وتخسر لكم الخدمة. لازم كي تجبد الكتان تهبط كامل وترجع ومن بعد تطلع، لازم تريقلوها مع البلاكة كما راني غادي ندير أنا. تبعوني باش تريقلوها بوحدكم كي تشريو السنين يكونوا مقرودين وتشريو ولا يكونوا هابطين عندكم، وتردوا السنين باش تريقلوهم بوحدكم. تبعوني باش تفهموا كيفاش تريقلو السنين. هلا غادي انا نطلع شويه السنين هكذا ونزير نقعد حاكم هنايا باش هذا ما يهودناش ويجي في بلاصته كما راكم تشوفوا. دركا غادي انا نجرب البلاكه ونشوف السنين كيفاش راهم يخدموا، وتبعوني مام كيفاش دخلوا البلاكه هنايا. انا غادي نشوف انا السنين اسكو راه طالعين بزاف ولا هابطين بهاد الطريقه. هنايا نحكم البلاكه نتاعي هنايا، فوالا هنا راهم يطلعوا بزاف على البلاكه. دونك هنا نزيد نهبط السنين شويه، فوالا ما راهمش يهبطوا لي تحت البلاكه. هنايا شوفوني كيفاش غادي ندير بهاد الطريقه تريقلو السنين نتاعكم. دركا غادي نحل هنايا السنين، تبعوا مليح نحل السنين هنا ونزيد نهبط شويه هكذا عاود نزير.
هلا راني زيرت السمنين، هنا عاود نشوف اسكو السنين راهم جوست ولا لا لا. هلا راهم يطلعو دركا، راهي هبطولي تحت البلاكا، دونك هنا السنين راهم ملاح. هنا كيفاش غادي ندخل البلاكا فهاد البلاصة؟ هنا غادي نطلع الإبرة كيما هكدا، تبعوني مليح، فوالا تبعوني مليح، الإبرة راني طلعتها، من بعد فوالا من بعد نهبط الإبرة باش تدخل في البلاصة نتاع الخاوية هنايا، ونزيد نطبع البلاكا. من بعد هنا الإبرة غادي نطلعها كما راكم تشوفوا، نطلع الإبرة على، ومن بعد نزيد البلاكا، ومن بعد تجي هنا في بلاصتها على. نعاود نوريكم كيفاش تقلعوا البلاكا، جيبوها هكذا لازم فوالا فوالا اي فوالا باش رد البلاكا فوالا. فوالا ندير الفيس تاعي انا، رد البيبيش تاعي كيما هكذا، نطلع الإبرة هنا نغير هذا تاعي، وهذه حاجة سهلة باش تردوها هنايا في بلاصتها كي تكملوا الخدمة نتاعكم. لازم تردوا هذه كما راكم تشوفوا، كاينة حاجة واحدة أخرى هنا كما هنا، تنجموا تونديو الموتور نتاعكم هنايا بهاد ليفيز، تونديو الموتور نتاعكم باش تبدوه. دي فوا الكروا تجي ما تكونش ثابته مليح، تحلو هاد ليفيس وتجبدو الموتور تاعكم للخلف ولا للقدام باش الكروا تجي كيما راهي دركا. ولا اليومو عندكم منا ليفيس، عندكم لتحت ليفيس هنا، كان دو فيس هنايا، هنايا تحلو هادو وتحكموا الالومنيوم نيشان، ما تكونش الكروب اوف ما جا لهنا ولا تروح لهنا، تكون في الوضعيه باش لا ماشين تاعكم تكون سالمه وتكون مليحه. قلنا هاد لا مارك زيتيزان راهي مليحه، والصيانه الزيت توجور ديروا الزيت، كيما قلت لكم هنايا توجور تحلوا البلاكا كيت مدة نتاع كان جور تكون عندكم الخدمة بزاف، لازم تقلعوا البلاكا وتنحيو الشيء اللي يكون تحتها، على خطر غادي يدير لكم المشاكل في لاماشين. ودركا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واشتركوا في القناة مازال المزيد.